ما هو تفسير الطلاق في الحلم؟ هو للعازب في المنام فراقه لما هو عليه، وطلاق المتزوج بطلان معيشته أو موته، خاصة إن كان مريضا. ومن رأى أنه طلق امرأته استغنى لقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. ومن رأى أنه طلق امرأته طلاقا رجعيا فإنه يترك حرفته وعمله. وقيل من رأى أنه طلق امرأته فإنه يفارق ملكا كان معه. وقيل إنه يعزل عن سلطانه، والطلاق يدل على الفقر. وإن المرأة سلطان الرجل ودنياه، ومن كان له امرأة ورأى أنه طلقها فإنها تموت. وكذلك إذا باعها أو اعتقها، وإن طلقها طلاقا فيرجى لها العافية. وكما فسر ابن شاهين حلم رؤيا الطلاق وقال: من رأى أنه طلق امرأته فإنه يستغني لقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وقيل إن صاحب هذه الرؤيا يفارق رئيسه لأن النساء ذوات كيد كالملوك. وقيل إن كان صاحب الرؤيا ذا منصب فإنه يعزل، ومن رأى أنه طلق زوجته طلاقا باتا فإنه يترك شغله ولا ينوي الرجوع فيه. ومن رأى أنه طلق امرأته ثم غار عليها فإنه يكون حريصا على مراجعتها، فإن الغيرة عند المعبرين تؤول بالحرص. ومن رأى أنه طلق امرأته ولم يكن معه غيرها فإنه يزول عن شرفه وعزه أو يقترب أجله. وإن كان له غيرها من النسوة أو الجواري فإنه نقصان في ذلك. من رأى أنه طلق زوجته طلقة واحدة وكان مريضا وزوجته مريضة فإن أحدهما يبرأ من مرضه، وإن كان الطلاق بثلاث فيدل على موت المريض. وقيل من رأى أنه يطلق زوجته فإنه يعاتب صديقا له عتابا شديدا أو يتهمه بتهمة. ومن رأى أنه طلق امرأته وكان من طلاب الآخرة فإنه ينقطع عن الدنيا ويشتغل بالآخرة. وبالمجمل فإن رؤيا الطلاق يؤول على أوجه غنى على أوجه غنى لما تقدم من الآية ومفارقة شريك وعزل عن منصب وتعطيل دولاب وذهاب مال وحصول شيء يريده إذا كان يكره المرأة ومخاصمة رجل. وفي المزيد من معاني الطلاق في الأحلام، يرمز حلم العازب بالطلاق إلى أن وضعه سيتغير للأفضل أو للأسوأ، كما قد يرمز إلى اقتراب موعد موته. أما حلم المتزوج بالطلاق فيشير إما إلى احتمال خسارته لعمله في حال كان يحب زوجته، أو إلى احتمال تحقق رغباته في الحياة في حال لم يكن يحب زوجته.